تقدموا اراء المواطن التونسي بما انه هذا فضاء حر مفتوح لكم باش تعطيونا ارائكم. لكن المهم والاهم جدا باش ناخذ الدكتور رفيق بوجدارية كما قلت لكم رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن ماملي باش يعطينا اكثر توضيحات. مرحبا بك دكتور. اهلا مرحبا. شنو احوالك؟ الحمد لله ان شاء الله باللطف لزميلكم وصلي يكون لديه ان شاء الله يا ربي. اذا قلت انه لازمنا ناخذ اجراءات اكثر صرامه امام ارتفاع عدد الاصابات ولازم نعملوا اجراء حجر صحي موجه من خلال اتخاذ القرار هذايا. اكيد ماناش باش نقضيو على الكوفيد 19 لكن باش نقصوا من عدد الاصابات الخطيره وكذلك نسبه الوفيات. كيفاش هالاستراتيجيه هذايا نجموا نحطوها في الثنيه باش نخلطوا للهدف اللي حشنا به؟ هذا هو اليوم معناها اذا كان نقارنوا بما سبق في الكونفينمون حجر الصحي الاول نتاع ابريل اللي تعدى الهدف نتاعو كان القضاء على الفيروس. واليوم قدام ارتفاع النسب نتاع عدد الاصابات والنسب نتاع التحاليل الايجابيه والنسب نتاع الناس اللي في المستشفيات وخاصه في اقسام العنايه المركزه ريانيماسيون وارتفاع عدد الوفيات وارتفاع عدد المناطق الموبوءه ولا البؤر الموبوءه اللي هي 70 معتمديه ولا اكثر. اي هذا الكل اليوم يحتم علينا ايش؟ نغيروا الهدف، الهدف اصبح هو التقليل من عدد الاصابات القويه اللي تؤدي الى الاقامه في الريانيماسيون في الاقسام الانعاش وتؤدي بعضها الى الوفيات. الهدف الفرعي نتاع هذا هو باش العدد الاصابات هذيا ما تفوتش الامكانيات نتاع المستشفيات نتاعنا. كل مستشفى كبير ولا صغير في بلاد غنيه ولا فقيره عنده قدره معناها قصوى الكاباسيتي ماكسيمال اللي يفوتوها. دونك انا الهدف من الاجراءات اللي انا وغيري من 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 الاطباء ومن الناس اللي تبعوا في الوباء هذا اللي نحبوهم يصيروا على ارض الواقع باش نحققوا الاهداف باش نقللوا من حالات الوفيات وباش كذلك نتحكموا في استعمال المقدرات الصحيه اللي عندنا. هذا يجي باش يجي زوج حوايج. يجي ب معناها رفع في مستوى الوقايه الجماعيه. انا ذكر بان الحجر الصحي هو وقايه جماعيه معناها هو الحد الاقصى نتاع التباعد الجسدي. هذا هو. دونك يجي عن طريق الترفيع في مستوى الوقايه المجتمعيه. ايش؟ ثم الكوب الفلاني جرب ليه انا اعتقادي هو نظريا ما ينجمش يقلل اكثر من 25-30%. وانا اعتقادي وهذا اللجنه العلميه اللي تابعه للوزاره هي اللي تقيم العمليه هذه في الارقام ما قللش برشا. على كل حال على مستوى ما لاحظوه في المستشفيات عدد المرضى ماشي يزيد هي حاجه اكيد. على مستوى ما لاحظوه في الاسره نتاع المستشفيات وصلوا الى درجه القصوى نتاعها نزيدوا نخلوا اسره اخرى. دونك شنو يلزم يعمل؟ يلزم يمشيو لحاجه اخرى. ثم زوز ثم زوز حلول. ثم يا الحجر الصحي الموجه لشكون؟ للمناطق الموبوءه نعزلوه. باهي. ولكن كي تبدا المناطق الموبوءه زي المعتمديات اللي فيها نسبه كبيره اكثر من 100 الاصابه في الجمعتين اللي تعداو يبداو معناها متشابكين قراب لبعضهم ولا تنجم تقاسم بيناتهم مشكله كبيره. يبقى يا حجر صحي ماهوش طويل ما نجمش يكون طويل ولا تدخل فيها اعتبارات اقتصاديه بحته واجتماعيه او الحجر الصحي الموجه على الناس اللي فيهم اكثر نسبه الوفيات اللي هما الناس اللي عمرهم اكثر من 65 سنه والناس اللي عندهم امراض مزمنه دونك فيما يخص اجراء الحجر امراض قلب ولا امراض تنفسيه هذوكم الذين نستحفظ عليهم ونبعدوهم ياخذوا كونجيات ويرتاحوا حتى كان يخدموا. بالنسبه للناس اللي عمرهم اكثر من 65 سنه لازم لقيوا زرتين يا اما خليني نحاول نعطي خلاصه للناس اللي تعقد بينا توا. اذا حجر صحي الموجه والمغزى منه يا اما عزل المناطق الموبوءه والا انه الاشخاص اللي فوق 65 سنه والاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه او قلب او مشكل في القلب او تنفس هذوما اكيد لازم يبعدوا شويه على الحركه. لكن اليوم دكتور نلقاو زاد نسبه وفيات لا باس بها ما نجموش نقولوا اللي هي كبيره حتى في صفوف الشباب اللي بين 30 و40 سنه.
هو شوف نسبة الوفيات أكثرها تبدأ من 60. باهي. أما إذا كان يبدأ إنسان مرض بالكوفيد وهو عمره 30 وعنده مرض مزمن ولا عنده مشكلة في المناعة. أيوة. والمناعه الحاله نتاعه الفيزيولوجيه قبل المرض كان تعبه شويه. أيوة. اكيد نسبه الوفيات مش تكون اكثر. ولكن خلينا نقول كون 85% الناس يلزمها معناها تخاف بالقدر المعقول وتبدا على علم وعلى بينه دي الحقيقه نتاع المرض. 85 على 100 انسان يصابوا بالفيروس. 85 يا ما يعملوش أعراض ولا يعملوا أعراض صغيرين، ترشيح شم حاجة تشبه شوية كذا وكه وجيعة في المفاصل ولا في البدن يردم هسس. 15 على 100 يعملوا العلم يعملوا الفورم ميان وإلا جراف، معناها العلامات اللي فيهم حالة متوسطة بداية خطورة ولا حالة خطيرة. هذم اللي فيهم يجي الناس اللي يدخلوا الإنعاش واللي ربما فيهم يكون يتوفى. احنا يلزم العباد هذوما اللي في 15% اللي عندهم معناها بزوا حاجتهم بشويه اكسجين يلزمهم يلقوه. هذاك علاش يلزم نوفروا اعداد اكبر من اسره الاكسجين. اكيد. ويلزمنا نطوروا معناها باش المرضى هذوما يتعالجوا مش كان في المستشفيات الكبيره بل في المستشفيات المتوسطه والمستشفيات المحليه. ويلزمنا يشجعوا على بالنسبه للفورم معناها اللي هو مش كبار برشا ينجموا حتى في الدار. ثم نعرفوا ثم ديزيكستراكتور دي كونسنتراتور دوكسيجين نتاع العائله نجموا يتبعوا الحاله هذه خاطر قد ما يتحطوا في الدوكسيجين من دون قد ما الحاله معناها تمشي بالقدا. لانه لاحظنا الناس اللي تتوفى أبار العمر أبار الأمراض القديمة السابقة يجيوا زادة في مرحلة متقدمة. هذو هما المرض معناها نقطة. باهي. كذلك من بين الأشياء اللي قلتهم دكتور إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد وتقترح طريقة يجب اعتمادها في التداوي وفي العلاج، ماذا عن هذه الطريقة اللي لازم نتبعها فيما يخص التداوي والعلاج؟ انا قلت حاله الطوارئ الصحيه شو معناها؟ حاله الطوارئ الصحيه معناها تعطي مقاومه الفيروس مقاومه المرض بعد ما وصلنا له من مؤشرات معناها مرتفعه برشا تكون هي الاولويه المطلقه اليوم في البلاد. الاولويه المطلقه نتاع التوانسه نتاع حكومه التوانسه تكون هي مواجهه الوباء. اش معناها؟ معناها المقدرات نتاع التوانسه الماليه والبشريه تمشي نحو هل المجابة هذه من غير شك احنا مانيشنا مش نعم من جانب اقتصادي والحياتي والمعيشي نتاع الناس ولكن مقدرات الفلوس والرديبلومون نتاع الناس يمشيوا يقاوموا هل العملية هذه. طريقة العلاج شو معناها؟ احنا قلنا راهو العلاج يتم في المستشفيات العمومية مجانا ولكن زاد ثم برشا عباد وهذا من حقهم يمشيوا للمساحات الخاصة وهذا من حقهم لانهم هما تركوا فلوس واستثمروا باش يعملوا مشاريعهم ولكن انا ما نعممش لاحظنا كونه فما بعض التجاوزات. كاش في ارتفاع التكلفه سواء نتاع الاقامه في المساحات وما نحكيوش على اقسام على الفروشات نتاع الانعاش نحكيو على فروشات الاكسجين وحتى كذلك الشيء قال النقل نتاع المرضى فما ديزومبيلونس بريفي يعيطوا لهم الناس باش يهزوا مريضهم من الدار للسبيطار ولا من الدار للكلينيك ولا غيره. التعريفه معناها طالت برشا. اسمعنا حتى تعريفة توصل إلى 30,000 دينار تقريبا فيما يخص العلاج. طلبت باش المجهود يكون مجهود وطني كامل. أكيد. احنا انا مانيش معناها من الناس اللي تقول الدوي وبلاش ولا ليه؟ ما يلزم الوزاره يعني تحدد تسعر الاقامه في يعطيك الصحه دكتور في النقطه هذه ومهم برشا لانه نحن قاعدين نعيشوا في كارثه صحيه اليوم ولابد انه يكون فما تضافر جهود ولابد تقنين الامور خاصه فيما يخص المساحات الخاصه. يعطيك الصحه لانه حتى الناس اللي يمكن عندهم الامكانيات 30,000 دينار تكلفه كبيره واكثر يمكن. لا هو معناها باش يكون المجهود نتاع مقاومة الوباء يكون محمول من عند الناس الكل. احنا ما قلناش معناها يدفعوا بلاش ولكن يقع تحديد للتسعيرة سقف للتسعيرة خاصة وأنه في المستشفيات العمومية راهو كل مريض يوم يدخل بالكوفيد ما يدفع حتى في مليم.
الانفجار الاستعجالي ولا القتل في قسم عادي ولا القتل في الانعاش ولا عمل سكانير ولا اثنين ولا ثلاثه إيه حتى مليم سي جراتوي دونك يلزم تسهيل للناس هذوما باش يلقاو وين يرقدوا ويلقاو كان يختاروا باش يمشيوا للمساحات الخاصه باش يمشيوا وتبدا التسعيره معروفه والناس الكل تعرف على شنو على شنو قادمه. حاجه اخرى انا طلبت زاد حمايه اكثر للناس العاملين قطاع الصحي خاصه في اقسام الاستعجالي لانهم محل نتاع يتهجموا عليهم وتعرفوا في الرابطه شنو صار نهار الجمعه في الليل هجموا عليهم وضربوهم وهدوهم بالسلاح الابيض على خاطر عندهم ابوهم ولا جدهم الله يرحمه توفى ولكن هذا مش طب باش نضربوا الطب ونهجموا عليهم ونزقوهم ما نحكيش على الاساءه اللفظيه هذه معناها وليت حاجه شفنا برشا فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي العائلات التونسيه تمشي وتندد قدام المستشفيات وتقول لهم راهو ما عندناش بلايص وراهو ما نجموش نقبلوا مهما كان وصاروا برشا مشاكل وفما زاد التعدي على الدكاتره واكيد الطاقم الكل في المستشفيات وهذه غير مسموح. نعرفوا انه كل واحد عنده ناس عزيز عليه لكن لابد انه فما يكون فما تريق واحترام للاخر خاصة أن الدكاترة قاعدين في صف أول حاطين حياتهم في الخطر نحب ولا نكره اليوم هذا هذا اللي موجود في البلاد يخدموا في ظروف صعبة طب وغير طب وممرضين أكيد وعملة. أكيد وإحنا طالبين هاني مش نعمل هاني نتكلم باسمهم طالبين من الحكومة من وزارة الداخلية حماية خاصة للمستشفيات في المرحلة هذه أكيد لأنه يعني مش معقول باش طبيب صغير ولا طبيبة صغيرة تمشي بتعمل جارد تاكل تريحها وتروح صحيح أكيد دكتور فقط سؤال صغير لأنه نحكيه على نحن فيروس en mutation continue لأنه وما نعرفوش مع كل شخص كيفاش قاعد يتعامل هالفيروس هذي وشوما لسانتوم ونلقاو عباد أسمبتوماتيك موجودين معانا يمكن حتى في خدمتنا البرة في الشارع نعرفوا أنه زادة فما برشا ناس ما همش قاعدين يطبقوا في البروتوكول الصحي من بافات من جيل من تباعد اليوم العدوى قاعدة تكثر ونشوفوا الأرقام اليوم من وزارة الصحة فقط سؤال اخترع على بالي توا إذا شخص بار اكزامبل اسمبتوماتيك ويقابل في النهار برشا ناس مرضى بالكوفيد واللي هما زادة اسمبتوماتيك هل في كل مرة كي يستنشق أو يستنشق الهواء متاع الشخص اللي قدامه أو الرذاذ متاع الشخص اللي قدامه مريض بالكوفيد معناتها واحد واثنين وثلاثة وأربعة تزيد خطورة الشخص أيوة إلا لا شوف أنا هاو مش نجاوبك أما نحب نعمل ملاحظة راهو إحنا في مرحلة الرابعة متاع الوباء معناها أقصى مرحلة معناها راهو الفيروس يدور بكل طلاقة مش حرية بكل طلاقة في المجتمع بين الناس وفي المرحلة هذه ما تعرفش شكون المريض وشكون الصحيح لأنه يعني نعرف عن 85% من اللي عندهم إصابات اللي عندهم إصابة بالفيروس ينجم يكون معناها عادي له مريض لا يمكن حتى ساعات فما شكون ما يثقش بروحه. اكيد. شنو معناها؟ معناها في الحاله هذه يلزم كل انسان باش نحميو رواحنا ونحميو العزاز علينا كان احنا في صحه جيده صغار ولا باس نحميو اللي عنده بوه كبير واللي امه كبيره ولا عندي ولا عنده عبد مريض في العائله يحسب روحه هو مريض يلبس الكمامه ويحسب السيد اللي قدامه ولا السيده اللي قدامه مريضه ولا مريض ويلزم يلبس الكمامه. اذا كان 80% متوازن 80% متوازن يلبسوا الكمامات ويحافظوا على التباعد الجسدي الابيديمي تقف يمكن في حدود ثلاثة جمعات ولا تقعد شوية بالكل احنا اليوم بين 35 ولا 40% في أقصى الحالات الناس تتبع في الوقاية معناها من ماسك وكمامة وتباعد وخشنيجين هذا شنو معناه؟ هذا يخلي معناها مساحة كبيرة للفيروس باش يدور باللعبة خاصة في أماكن التجمعات أكيد. في أماكن التجمعات الكار هي مكان تتجمع السوق الأسبوعية الأكل الروسيهم في التلاور يشريه في مالين في زقوقو هذيك أماكن تجمعات القهاوي أماكن تجمعات اللي بودنوية اللي تم تذكيرهم بكور كانوا أماكن العريس اللي سفنيش حلوا فينا محل هما أماكن تجمعات هما اللي تخرج عليهم اليوم المعطى الثاني كي نبداو الاثنين مقابلين بعضهم لابسين دي ماسك العدوى براتيك مو تهبط للسفر
وحتى كان تتعدى هذيك الشارج فيرال معناها الكميه نتاع الفيروس اللي انتقل تبدا صغيره، وكي تبدا شارج فيرال صغيره حتى الاصابه كي تتم تب بدون اعراض تذكر. دونك الماسك ستون بارير مهمه للمرض، وحتى كان عدى الفيروس خاطر الماسك مش من معناها من نوعيه باهيه راهي الشارج فيرال كميه الفيروس اللي تمشي صغيره وبالتالي الاعراض ما يكونوش كبار برشا. مهم برشا دكتور رفيق بوجدريه رئيس قسم الاستعجالي مستشفى عبد الرحمن مامي، مشكور على كل هذه التوضيحات، يعطيك الصحه. ربي يبارك فيك. يعيشك. اكيد باش نتجه توا للناس اللي قاعده تسمع فينا، نذكركم نمرو تليفون 31 380 ألف، هذايا الرقم اللي مجعول على ذمتكم. هل اليوم لازم نتخذوا